ونحن رح نصرف عليك وعلى الولد اللي ببطنك، وتطمني مستحيل اتراجع. بس اطلعي من بيتنا ومن دون مشاكل، واطلعي من حياة ابننا كمان. يلا أتول، انت بإيدك عم بتخرب حياة عيلة كاملة هلأ، وأنا عم حذرك إذا رح تطلع من هالباب. إذا بدك تطلع من هالبيت مع هاي المرة، أنت ما رح تقدر ترجع عليه. تذكر كلامي يا أتول، إذا أنت اخترت تروح اليوم من هون، لا أنت ابني ولا بعرفك. يا كبيرة، بس أتول، أتول بترجاك أتول، خليك هون، بترجاك لا تتركني أتول، أنا كيف بدي أعيش لحالي بدونك؟ لا أتول لا تروح، اسمعيني يا كبيرة. خلص أتول. بنتي أنت مانك بحاجة تترجي واحد مثله، لا تنسي أنه أنت كنت هذا البيت ونحن كلنا عيلتك، واتطمني أنا ما رح أتركك تعيشي تحت رحمة أي شخص. يا أهل يا شبك، رجعي فكري بقرارك. عم حذرك، إذا أنت ما قبلتيهم لمدهوري وابنها واعتبرتيها كنتك، نحن كمان ما رح نخليها لبنتك تضل عايشة معنا، هي وبنتها الصغيرة، أنت عم تفهمي؟ بس يا عم، يا كبيرة، للأسف أنا ما فيني دمر حياة أنوبريا، بس من شان أنقذ حياة بنتي بالمقابل. رجاكي كيف رح أقدر ربي بنت عمرها 5 سنين لحالي؟ إذا قبلتي تنفصلي عن أتول اليوم وتتركي هالبيت، زواجي رح ينجح وما رح يفشل. أنا عم بترجاكي توافي. شو هاد؟ من اليوم رح أعتبر ابني الكبير أتول شخص ميت بالنسبة إلي. هو صار حدا حر بيقدر يهرب مع حبيبته ويجيبه ولد كمان وما يكون شرعي. أنا ابني مات من هاليوم وما عاد رح أحكي معه مرة تانية، لا هو ولا قبله حتى. أنوبريا، أنا عاجب بعتذر منك كتير. أنا آسفة. بترجاكي سامحيني. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.